تلمذة على تعاليم القديسين. طبعا قديسين كتير شرق وغرب كتير، وفي قديسين قبل الانشقاق، قبل انقسام الكنيسة، يعني قبل القرن الخامس أو 451 على الأدق. قديسين كتير، ناس لهم كتابات وناس ما لهمش كتابات، وناس ترجمنا الكلام بتاعهم كويس. بس وانت بتتلمذ على تعاليم القديسين والآباء، ابحث دائما عن الإجماع، لأن في تاريخ الكنيسة بعض الآباء في التاريخ كان لهم آراء خاصة، آراء خاصة. فخليك ناصح وانت بتتلمذ على كتابات الآباء، بس خد بالك كتابات الآباء تيجي بعد الإنجيل، بعد الأسفار، يعني لازم تكون شبعان من كلمة ربنا، شبعان عايش في عمقه. تكون النتيجة لما تيجي مع تعليم القديسين تاخد قديم مثلا واحد زي القديس يوحنا ذهبي الفم، كل كتاباته معروفة شرقا وغربا ولا مؤاخذة عليه على الإطلاق. في قديسين في بعض حاجات علامات، ف يعني خد بالك.